السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة المجلة الكرام. آخر مستجدات الحالة الوبائية لفيروس كورونا بالمغرب خلال 24 ساعة الأخيرة، وذلك اليوم الخميس 21 ماي 2020. فبالنسبة لعدد حالات الإصابة المؤكدة خلال 24 ساعة الأخيرة فقد بلغت 78 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 7211 حالة. أما الحالات المستبعدة فقد بلغت 6915 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى 105786 حالة مستبعدة منذ بداية الوباء. أما بالنسبة لحالات الشفاء ولله الحمد، فقد تم تسجيل حالة شفاء جديدة بلغت 182 حالة، ليصل العدد الإجمالي للمتعافين منذ بداية الوباء إلى 4280 حالة. بنسبة شفاء وصلت ل 59.4% من مجموع المصابين. كما تم تسجيل حالتي وفاة، ليصل العدد الإجمالي لعدد الوفيات إلى 196 حالة وفاة بنسبة 2.7% من مجموع المصابين. ووصل عدد الحالات المكتشفة اليوم في صفوف المخالطين 65 حالة بنسبة 87% من عدد المصابين. 40469 حالة مخالطة منذ بداية الوباء، وجل هذه الحالات المصابة اليوم سجلت بجهة الدار البيضاء ستات، خصوصا بمدينة الدار البيضاء. أصيبت 31 سيدة حامل بمرض كوفيد 19 منذ بداية الوباء دون تسجيل أي وفاة في صفوفهم.